ايام وهذا قالب الكيك حقه 3000 دولار. هون الصدمة الكبيرة، ليش يا احمد حقه 3000 دولار؟ طبعا هذا نادر لتشوفوا منه لان فيه شغلات كتير غريبة وطيبة. طبعا قبل ما نفتحه، الصدمة اللي اكبر من هاي انه هذا القالب وصلني الساعة 3 بالليل، فانا استغربت قالب الكيك ليش وصلني الساعة 3 بالليل. انا كنت نايم بصراحة، رح احكي لكم. اندق الباب الساعة 3 بالليل وفجأة فتحت الباب، ما شفت حدا، شفت هذا القالب بس، مين جابه وكيف ما بعرف. انا وصيت عليه من الدارك ويب، من عالم الظلام، بس ما شفت مين وصل لي اياه. وطبعا بعد ما دفعت حقه كانت الصدمة الكبيرة، واللي اكتر من هاي انه بهذا القالب اكتر من شخص حكيت معه ورويت له القصة هاي اللي حكيت لكم، هي قال لي لا تفتحوا يا احمد لحالك. فانا هلا رح افتحه لحالي وما رح خاف لاني اكيد ما في شيء بخوف، يعني بالنهاية هو قالب كيك، فرح ورجيكم اياه ونفتحه مع بعض، تابعوا معي. اوكي جايز، وهلا رح نفتح قالب الكيك، فمع بعض بنقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله شو هاد؟ لا تخافني يا احمد، انا ماشى. نعم انا ماشى يا احمد، سوف اخبرك كيف اتيت الى هنا، لكن لا تخف يا احمد، هناك قصة وسوف ارويها لك، ولكن انا خائفة من الشرير اللعينة. طيب كيف جيتي؟ انا ما بستوعب قصة شو. انتظر قليلا وسوف اروي لك القصة كاملة. يا الله طلعت لي ماشى قبل ما افتح قالب الكيك. نعم يا احمد اسمعني. طيب يا احمد لا تقاطعني يا احمد، انا خائفة جدا من الشريرة. هناك شريرة اتت الى الغابة وحولت شخصيات افلام كرتون الى شريرين وسوف يقتلونني يا احمد. اريد منك ان تساعدني. انتظر قليلا يا احمد. اصدقائي كيف وصلت ماشى؟ نعم يا احمد سوف اروي لك القصة. اسمع، استيقظت صباحا وكنت العب وكان كل شيء جميل. فجأة ظهرت الساحرة اللعينة وأنا لا أحب هذه الساحرة اللعينة. تقتل الأطفال ولا تحب الأطفال ولا تحب ماشا. فقلت لها أيتها الساحرة اللعينة لماذا أتيت إلى هنا؟ فجأة اختفت. فقالت لي وأنا لا أراها، أنا سوف أسيطر على العالم يا ماشا. فقلت لها لماذا؟ فأنا ماشا وأحب الآخرين. فقالت لي سوف أأتي بشخصيات أفلام كرتون وأحولهم إلى شخصيات مرعبة، وسوف يأتوا إليك إلى الغابة يا ماشا. عندما قالت لي هذا أنا خفت فذهبت إليك يا أحمد. نعم إنها الساحرة اللعينة. قلت لها لماذا أنت هكذا تفعلين؟ أنت ساحرة لعينة فأنا لا أحبك أبدا. فقالت أنا سوف أقتلك يا ماشا. نعم سوف أقتلك. إذن سنرى يا ماشا من سوف يساعدك. أنا سوف أحضر شخصيات أفلام كرتون، وهنا الساحرة اللعينة بدأت بتحضير شخصيات أفلام كرتون المرعبة يا أحمد، وأنا أخاف منهم كثيرا. الميكي ماوس اللعين والذئب الخطير، أنا أخاف منهم كثيرا يا أحمد. أتمنى أن تساعدني يا أحمد، ولكن هناك شيء خطير يا أحمد. الساحرة، نعم نعم سوف أروي لك القصة كاملة. الساحرة هذه خطيرة جدا ولعينة، لهذا أنا أطلب منك المساعدة يا أحمد. أتمنى أن تساعدني، فأنا ماشا أحب الأطفال، أحب الطبيعة والأشجار. أتمنى منك أن تساعدني يا أحمد، لديك متابعون يحبونك يا أحمد، فأنت شجاع قوي بطل. أتمنى أن تساعدني يا أحمد، رجل التلفاز هذا خطير يا أحمد، والذئب اللعين يا أحمد. نعم يا أحمد، أتمنى أن لا تردني خائبة وتساعدني يا أحمد، هذه قصتي. طيب ماشي انا اكيد رح ساعدك، انا زعلت عليك كتير وحتى المتابعين كلياتهم بيحبوكي وانا بحبك، رح نساعدك. وانت حكيتي لي ان هاي الساحرة اللعينة
حولت شخصيات أفلام كرتون لعالم مجانين وأشرار. فأنا رح ساعدك، بس كيف رح ساعدك وكيف رح أقضي على هاي الساحرة اللي موجودة بالغابة اللي راحت على بيتك وحولت شخصيات أفلام كرتون على أشرار؟ كيف رح ساعدك؟ اسمعني يا أحمد ولا تستعجل. كيف رح ساعدك؟ افتح هذا الصندوق وسوف تجد في داخله شيئا يساعدك في القضاء على الساحرة اللعينة يا أحمد. يا الله اختفت ماشا، سمعني شو حكت معي؟ ماشا خبرتني انه افتح هاي الكرتونة وداخل هاي الكرتونة رح لاقي شغلات هي رح تساعدني بالقضاء على الساحرة اللي حولت شخصيات افلام كرتون لناس اشرار. فانا مستغرب كتير وبطلت استوعب ابدا. اذا انتم مستوعبين الشي اللي عم بيصير خبروني. شو دخلوا قالب الكيك بماشا؟ وماشا كيف اجت لعندي؟ انا ما عم بفهم شي، بس اللي بفهمه لازم نفتح قالب الكيك مع بعض ونشوف شو فيه شغلات اللي هي رح تقضي على الساحرة، وهي الشغلات هي رح تساعدني بالقضاء على الساحرة. فتابعوا معي وتعوا مع بعض نفتحه. تعا على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عن جد خايف كتير، او خايف لا يطلع لي شي مأذي. بسم الله يا الهي، شو هاد يا إلهي؟ شو هاد؟ ذهب؟ يا إلهي يا الله، شو هاد؟ شوفوا جايز، شو هاد؟ في قلم هون، ما بعرف أول مرة بشوف هذا القلم. شايفين هذا القلم؟ منظره كتير غريب، كأنه مطلب الذهب أو نحاس أو شي غريب ما بعرف. وهاد شو هاد؟ هذا التمثال؟ يا الله يا إلهي، شو هاد؟ أنا عن جد بطلت استوعب شي أبدا. هذا القلم كيف رح استخدمه؟ وهذا التمثال ليش؟ أنا مالي فهمان ليش هذا التمثال، وهذا القلم كيف رح يساعدني؟ تمثال وقلم كيف رح يساعدوني؟ عن جد أنا ما بعرف هذا التمثال على شو برمز، وليش عطتني إياه ماشا؟ وهذا القلم ليش؟ أنا عن جد ما بعرف، راسي صار يوجعني كتير، بس إذا بدكن ياني ساعدها لماشا وأقضي على الأشرار شخصيات أفلام كرتون اللي راحوا على بيتها لماشا وحرموها إنه تصل لبيتها أو تروح بيتها، رح اعمل جزء تاني وروح على الغابة وخلصها لماشا من هدول الاشرار. طبعا بدي اياكم كلياتكم اذا حبيتوا هذا المقطع اللي عملته انا، واذا حابين ساعدها لماشا وبتحبوها لماشا، كلياتكم اشتركوا بالقناة وعملوا شير لاصدقائكم بهذا المقطع اللي انا هلا عملته. واذا بدكم اعمل جزء تاني وخلصها لماشا، كلياتكم كتبولي بالتعليقات احمد اعمل جزء تاني وخلصها لماشا. بحبكم كتير، سلام.